بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي ومتابعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 11 من يونيو 2018، وإليكم كل التفاصيل والأخبار. حيث شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 11 من يونيو 2018 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة، والتي كان أبرزها ترشيح حارس إيطاليا السابق لتدريب فريق الكرة الأول. ونبدأ بالأخبار. البلجيكي مارك فريموتوس يدخل دائرة ترشيحات النادي الأهلي. فقد دخل المدرب البلجيكي مارك فليموتس دائرة ترشيحات تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لينضم لأكثر من مرشح ارتبط اسمه بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، آخرهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو. ويبحث النادي الأهلي حاليا عن مدرب أجنبي، حيث كثفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي مفاوضاتها مع عدة مدربين لاختيار أحدهم خلال الأيام القليلة القادمة. الخبر الثاني من النادي الأهلي، الأهلي يناقش 3 عروض خارجية لعمرو جمال بعد تجربة فنلندا. فتناقش لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام القليلة المقبلة عدة عروض خارجية لعمرو جمال مهاجم فريق النادي الأهلي المعار إلى هلسنكي الفنلندي، وتنتهي فترة إعارة عمرو جمال في يوليو 2018، ومن المقرر أن يعود إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته من فنلندا. محمد فضل يطلع الخطيب على مستجدات مدرب الأهلي الجديد. فقد أجرى محمد فضل مدير التعاقدات الجديد بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أطلعه خلالها على آخر المستجدات ومع المدرب الفريق الأجنبي المزمع التعاقد معه خلال الأيام المقبلة. ويبحث النادي الأهلي عن مدرب أجنبي يقود الفريق، وقد تفاوض مع عدة مدربين أجانب، وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد في غضون أيام. هذا ويتولى محمد فضل ملف التفاوض مع المدرب الجديد بالتنسيق مع محمود الخطيب وعضو لجنة الكرة عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق. الأهلي يستعجل 3 ملايين جنيه من الفيفا والجبلاية. فقد أرسل النادي الأهلي خطابات رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واتحاد الكرة المصري، يطلب فيها مستحقات النادي لدى الاتحادين الخاصة بعلاج مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر. وطلب الأهلي من اتحاد الكرة الحصول على 70,000 دولار، أي ما يقرب من 1,000,000 جنيه، تمثل تكاليف علاج مروان محسن من جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها اللاعب خلال أمم أفريقيا الأخيرة في الجابون. كما طلب الأهلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة عقد مروان محسن خلال مدة الإصابة، وينتظر أن يحصل الأهلي على 2,000,000 جنيه من الاتحاد الدولي، وهو ما يمثل 60% مما يتقاضاه مروان محسن من ناديه في السنة الماضية. وبذلك يحتاج الأهلي 3 ملايين جنيه تقريبا من الجبلاية والفيفا. من هو مدرب الأهلي الجديد الذي دخل في الترشيحات خلال الفترة المقبلة؟ ففي مفاجأة كبرى، حيث حارس مرمى إيطاليا مرشح لتدريب النادي الأهلي. فدخلت لجنة الكرة بالنادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع عدة مدربين لاختيار أحدهم خلال الأيام المقبلة، بعدما تعذر التعاقد مع البرتغالي جوميز الذي تراجع عن تدريب الفريق رغم توقيعه العقود وإرسال تذاكر الطيران له ليعتذر بعدها لظروف أسرية. وعلمنا أن لجنة الكرة قد تلقت خلال الأيام الماضية ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع والتر زينجا حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق، والذي سبق له تدريب عدة أندية أبرزها ناشونال بوخارست الروماني وريد ستار بلغراد في صربيا وسبور التركي و3 أندية إماراتية هي العين الإماراتي
والنصر والجزيرة والنصر السعودي. هذا وسيتم التفاوض معه خلال اليومين القادمين مع مدربين آخرين يتم التفاوض معهما لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة أو الصيف المقبل. الأهلي ينهي ترتيبات لاستقبال مفتي الديار المصرية، حيث اليوم أنهى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ترتيبات استقبال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بفرع النادي بمدينة نصر مساء اليوم الاثنين في حوار مفتوح حول قضايا العصر وفضل شهر رمضان المعظم. وحرص العميد محمد مرجان على متابعة استقبال فضيلة المفتي مع حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر حتى يخرج هذا الحديث بشكل جيد كما اعتاد النادي الأهلي دائما. وسيتم هذا الحديث وهذا الحوار اليوم الاثنين الموافق 11/6/2018 مع أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر. أحمد الشيخ وناصر ماهر ينتظمان في تدريب النادي الأهلي، فقد أدى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيلية المنفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. ويعاني ماهر من إجهاد عضلي، ولهذا اكتفى بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وانتظم أحمد الشيخ أيضا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، وكان الشيخ قد حصل على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب ارتباطه بظروف خاصة. هذا ويواصل الأهلي تحت قيادة محمد يوسف مدرب العام للفريق والقائم بأعمال مدير الكرة استعداداته للموسم القادم ومباراة تاونشيب البوتسواني ذهابا وإيابا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المعروف أن النادي الأهلي حاليا يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الترجي التونسي في القاهرة وخسارته أمام كامبالا سيتي هناك. وقد شهد حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من فعاليات دورة عائلة الأهلي الرمضانية، ولعب ضربة البداية في المباراة الختامية للدورة التي تقام حاليا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ويشهد ختام الدورة كل من المهندس خالد مرتجي وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي ومحمد مرجان المدير التنفيذي وعبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين وسمير عدلي المدير الإداري وعدد كبير من أعضاء النادي الذين حرصوا على متابعة المباراة الختامية. الخبر التالي حيث من مباريات كأس العالم روسيا 2018، حيث أعلن الكابتن أحمد شوير في تصريحات له خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التلفزيون المصري سيقوم بإذاعة 22 مباراة من بطولة كأس العالم القادمة في روسيا 2018 وذلك على الترددات الأرضية. وجاء تويتر الكابتن أحمد شوير في على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مصر تذيع 22 مباراة في كأس العالم على الترددات الأرضية. وكانت مصر قد اخترت الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم بحق مصر في مشاهدة مباريات منتخبه، ولكن الفيفا لم يرد، فبذلك اصبحت مصر لها الحق في بث مباريات منتخب مصر و22 مباراة كما قرر التلفزيون المصري أنه سيقوم بإذاعة 22 مباراة على الترددات الأرضية. ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مباراته يوم الجمعة أمام أوروغواي، وتقام المباراة في تمام الساعة 2 ظهرا وسيذيعها التلفزيون المصري. كما أعلنت شبكة بين سبورت أن المباراة ستكون متاحة على القناة المفتوحة.
هذا كل ما لدينا حاليا من أخبار للنادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 11 من يونيو 2018. وفي النهاية لا يسعني أن أشكركم، تحياتي لكم من قناة تعليم أونلاين. ما ننساش نعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.